السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا حور، شلونك طلال؟ الحمد لله. طمني شلون عمي؟ والله ان شاء الله انا بخير. اقدر اشوفه؟ اكيد حور. سم، انا معك باللي سويتيه. في هالزمن المفروض اللي يحب انه يتمسك بحبيبه وما يتخلى عنه مهما صار. يا ليتني سويت مثلك، يا ليت عندي مثل شجاعتك. بس للأسف أنا ما عندي إلا الخوف، الخوف اللي خسرني حياتي، خسرني كل شيء، خلاني حتى أخسر ولدي. بالعكس، الكلام اللي قلته هذا شجاعة، بس يبي له تنفيذ. للحين عندك وقت، وللحين عندك فرصة تصلح كل شيء. بس اتخذ القرار ونفذ. صباح الخير او مساء الخير، ما اتوقع ان هي تفرق. عفوا، انت موظفة هنا؟ اي موظفة، اول مرة تشوفني صح؟ بس ما اتوقع الاخيرة. طيب، ممكن أعرف من أنت وفي أي قسم تشتغلين هنا في الشركة؟ أنا هيفاء، بنت خالة يوسف البهيتاني واللي كانت خطيبته. توقع هالشي كافي، يعني ما راح يهمك أنا بأي قسم أشتغل. الله يحييك، وش أقدر أساعدك فيه؟ لا بصراحة، أنا حابة أساعدك ولو اني ما اعرف للحين ايش تشتغلين، بس احب اوضح لك الصوره. انا هنا مدير شركه النقل اللي انضمت لهذه الشركه، يعني باختصار موظفين المقاولات ما ينفعوني. اوكي عيل آسيب، شنو كانت تنفعك فيه؟ ايش دخل آسيب في الموضوع؟ اتوقع انها ضحكت عليك وفهمتك ان كل شيء بيدها، وإن ما في أي قرار يطلع إلا بإشارة منها. شكلك صدقتها. لا، أنت ما تعرفيني زين، أنا ما أصدق أي شيء بسهولة. حلو، عيل كذي أنت ما صدقت إن هي بعد دكتورة نفسية؟ ما أعتقد إن هذه المعلومة تفيدني بشيء حالياً، بس ما تفيدك. بس لو دورت عليها عدل مع الأيام صدقني راح تنفعك وايد. ايه، يا ريت الكلام اللي دار بيننا يبقى سر. لزيارتي هذه.